السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو هذا اليوم سنتطرق لتمرين يندرج ضمن درس الحساب المتجهي. تمرين: ليكن A, B, C, D متوازي أضلاع، نعتبر النقط F, H و M من المستوى بحيث ماذا؟ وتذكر جيدا عزيزي التلميذ، AF تساوي ناقص 1 على 2 AD، و BM تساوي 3 على 2 BC، و AH تساوي 1 على 4 AB. السؤال الأول يندرج في إنشاء الشكل، سننشئ إن شاء الله شكلا مناسبا لهذا المتوازي الأضلاع ولهذه النقط. السؤال الثاني: بين أن FM تساوي AB زائد 2 BC. والسؤال الثالث: عبر عن المتجهة FH بدلالة AB والمتجهة BC. رابعا: استنتج أن النقط FH وM نقط مستقيمية. خامسا: نعتبر النقطة E، إذن هنا سنعتبر نقطة أخرى، من المستوى بحيث AE تساوي ماذا؟ تساوي 3 على 2 AB زائد 2 BC. السؤال الأول: سنتعرف على إنشاء هذه النقطة. بين أن AE و CH متجهتين مستقيمتين، وماذا يمكننا أن نقول على هذين المستقيمين AE و CH؟ نبدأ على بركة الله بحل هذا التمرين. إذن هنا السؤال الأول هو إنشاء شكل مناسب لهذا التمرين. إذن هنا ABCD متوازي الأضلاع، سننشئ F و M و H بهذه المعطيات. إذا تابع معي، سنبدأ بالنقطة F. إذا هنا لدينا AF تساوي ماذا؟ تساوي ناقص 1 على 2 AD. دائما لاحظ هذا المقام، ماذا لدينا هنا؟ 2. إذا سنذهب إلى القطعة التي تمثل المتجهة AD وسنقسمها على 2 كما تلاحظون هنا في الشكل. إذا هنا منتصف ماذا؟ AD. إذا نلاحظ أن AD مضروب في عدد، كيف هو؟ عدد سالب. إذن هنا منحى AF سيكون معاكس لمنحى AD. إذن نلاحظ أن منحى AD هنا من A نحو D، لكن منحى AF سيكون إلى الأعلى. إذن سنضيف خطا آخر من هنا على هذا الشكل، وسننطلق من A. لماذا سننطلق من A؟ لأن هنا لدينا أصل هذه المتجهة هو النقطة A. إذن هنا A، وكم هو منضم المتجهة AF؟ هو نصف منضم AD، يعني المسافة AD سنقسمها على 2 وسننشئ النقطة F هنا، بحيث هذه المسافة تساوي نصف المسافة AD. إذن هنا النقطة F. كذلك ومثال بالنسبة لBM، إن شاء الله ستكون قد فهمت كيف أنشأنا النقطة F، وكذلك سننشئ M بنفس الطريقة. إذن نعود نقول هنا 3 على 2 BC، لاحظ معي هنا في المقام 2، إذن سنقسم BC على 2، إذن هنا منتصف ماذا؟ BC. هنا نلاحظ العدد 3 على 2 هو عدد موجب، وبالتالي فإن منحى BM سيكون مماثل أو بنفس منحى BC، وبالتالي هنا سننطلق من B. هذا المسافة تشكل 1 على 2 BC. إذا هنا 2 على 2، هذه المسافة 2 على 2 BC. إذا سنضيف مسافة أخرى تساوي هاتين المسافتين، وبالتالي نحصل على 3 على 2، بحيث هذه المسافات متقايسة، وبالتالي نحصل على النقطة M في هذه النقطة. نمر الآن إلى النقطة H. لدينا AH تساوي ماذا؟ 1 على 4 AB. إذا لاحظ في المقام ماذا لدينا؟ 4. إذا سنقسم AB على 4، إذا سنأخذ النصف ونصف النصف، وبالتالي نقسم AB المسافة AB على 4 أقسام متقايسة، ونأخذ ماذا؟ إذا نلاحظ أن 1 على 4 عدد موجب، وبالتالي فإن المسافة عفوا فإن منحى AH سيكون مماثل لمنحى AB، وبالتالي نحصل على النقطة H في هذه النقطة. لماذا؟ لأن نأخذ جزءا واحدا من هذه الأجزاء الأربعة. نمر الآن إلى السؤال الثاني لنبين أن FM تساوي AB زائد 2 BC. يمكننا طرح هذا السؤال بطريقة أخرى، مثلا يمكننا أن نقول عبر عن المتجهة FM بدلالة المتجهتين AB و BC. هنا هنا لنبين أن المتساوية FM تساوي AB زائد 2 BC، سننطلق من طرف ونصل إلى الطرف الآخر باستعمال ماذا؟ باستعمال علاقة شارل. إذا هنا العالم شارل سيتعاون معنا لحل هذه المتساوية ولإيجاد هذه
المتساوية. لدينا إذن لدينا FM تساوي FA زائد AM. إذن هنا ستتساءل عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة، لماذا أدخلنا النقطة A هنا؟ إذن للعودة إلى معطيات التي لدينا سابقا، نلاحظ أن F و M متصلتين بالنقطة A. إذن سندخل النقطة A باستعمال علاقة شارل. إذن FA زائد زائد AM تساوي FM. هنا في المعطيات لدينا FA، في المعطيات لدينا ناقص لدينا AF. إذن سنغير أو سنجعل FA، سنقلب هذه المتجهة ونحصل على ناقص AF. وهنا AM أدخلنا عليها B. لماذا؟ لأن في المعطيات لدينا BM وليس AM. إذن هنا سنعوض AF بماذا؟ بناقص 1 على 2 AD ونحصل على هذه المتساوية، زائد AB زائد ماذا؟ BM. ماذا لدينا في المعطيات؟ 3 على 2 BC. إذن هنا ناقص في ناقص تعطينا العدد موجب. إذن هنا نغير إشارة ناقص 1 على 2 ونحصل على 1 على 2 AD زائد AB زائد 3 على 2 BC. نعود إلى السؤال ونلاحظ أن لدينا متجهتين فقط، هما AB و BC. إذن AD هذه المتجهة يجب علينا أن نغيرها. إذا عدنا إلى ماذا؟ إلى المتوازي الأضلاع، فسنلاحظ أن ABCD متوازي الأضلاع، يعني أن AD تساوي ماذا؟ تساوي BC. ونعوض AD بالمتجهة BC ونحصل على 1 على 2 BC زائد AB زائد 3 على 2 BC. نلاحظ أن المتجهة BC تتكرر هنا وهنا، وبالتالي سنعمل بهذه المتجهة ونحصل على 1 على 2 زائد 3 على 2 BC. لجمع العددين لدينا المقام موحد ونحصل على 4 على 2 ألا وهي 2 BC. وهكذا نكون قد أجبنا على السؤال المطروح هنا، FM تساوي AB زائد 2 BC. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث، لنعبر عن المتجهة FH بدلالة AB و BC. هذا السؤال هو نفسه نفس السؤال السابق، لكن في السؤال السابق أعطونا FM تساوي AB زائد 2 BC، يعني أعطونا AB المعامل المضروب في AB هو 1 والمعامل المضروب في BC هو 2. نفس الطريقة سننطلق من FH، لدينا FH تساوي ماذا؟ سندخل عليها النقطة A. لماذا؟ كما شرحت في السؤال السابق، لدينا F وH في المعطيات، F مرتبطة بA بالنقطة A وH كذلك مرتبطة بالنقطة A. إذن FA زائد AH، من أعطانا الحق بأن ندخل النقطة A؟ هي علاقة شارل. FH تساوي FA زائد AH. لاحظ الطرف يكون الأصل، أو لمعرفتها أو لفهمها جيدا، هنا دائما يكون النقطة التي أدخلناها تكون بين هاتين النقطتين F وH. إذن كما قلنا سابقا FA تساوي ناقص AF، وAH لدينا حسب المعطيات هي 1 على 4 AB، AF حسب المعطيات هي ناقص 1 على 2 AD، مع ناقص تصير لدينا 1 على 2 AD زائد 1 على 4 AB. إذن هنا نكون قد أعطينا FH أو عبرنا على متجهة FH بدلالة المتجهتين AD والمتجهة AB. ولكن في السؤال قالوا لنا أن نعبر عن FH بدلالة AB و BC. إذن لدينا AB هي، ولكن AD يجب علينا أن نقول بأنها تساوي BC. كيف؟ لأن ABCD متوازي الأضلاع، فإن AD تساوي BC ونعوض AD ببC، وهكذا نحصل على FH بدلالة ماذا؟ AB و BC. وهنا العوامل المضروبة في AB و BC هي 1 على 4 و 1 على 8. إذن هنا عزيزي التلميذ نكون قد أجبنا على سؤالين مختلفين ولكنهما نفس طريقة الإجابة. نمر الآن إلى السؤال 4. استنتج أن النقط F, H و M نقط مستقيمية. إذا الاستنتاج أن النقط مستقيمية، إذا عدت للدرس عزيزي التلميذ في الفيديو السابق قد شرحت كيف يمكننا أن نبين أن النقط F, H و M نقط مستقيمية، أو A و B و C نقط مستقيمية، أو كيفما كانت هذه النقط. المهم هو أن نطبق القاعدة التي تقول يجب علينا أخذ متجهتين، مثلا FH و HM أو FH و FM، ونبين أن هاتين المتجهتين مستقيمتين. يعني ماذا؟ يعني أن متجهة FH تساوي عدد في FM أو العكس صحيح. إذن حسب السؤال الثاني والثالث، لدينا FM تساوي AB زائد 2 BC،
ولدينا أيضا FH تساوي 1 على 4 AB زائد 1 على 2 BC. إذن هنا لاحظ معي عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة أن FM FH إذن هاي النقط هاي المتجهات مأخوذة من هذه النقط FM و FH. ماذا يجب علينا الآن؟ يجب علينا أن نضرب FM أو FH في عدد ونحصل على المتجهات الأخرى. لا يمكننا أن نلاحظ هذا من FM و FH، إذن سنمر إلى الطرف الآخر. هنا لدينا AB زائد 2 BC ولدينا 1 على 4 AB زائد 1 على 2 BC. إذا لاحظ ما عزيزي التلميذ، إذا ضربنا 1 على 4 في AB نحصل على 1 على 4 في AB، وإذا ضربنا 2 BC في نفس العدد يعني 1 على 4 في 2 هي 2 على 4 ونحصل على 1 على 2. نحن هنا لن نضرب FM، يمكنني أن نضرب FH، اختر ما شئت، يعني هنا لك الحرية أن تختار أي متساوية وتضربها في نفس العدد. أنا هنا سأضرب FH في 4، إذا لدينا 4 ضرب ماذا؟ 1 على 4 AB زائد 1 على 2 BC لأن لدي FH هنا، وبالتالي ننشر 4، 4 في 1 على 4 هي 1، 1 AB هي AB، 4 في 1 على 2 هي 4 على 2 هي 2 BC، وهكذا نحصل على 4 FH تساوي ماذا؟ تساوي AB زائد 2 BC. إذا لدينا هنا AB زائد 2 BC تساوي ماذا؟ FM، وبالتالي فإن 4 FH تساوي FM، ومنه فإن النقط FH و M نقط مستقيمية، وهكذا نكون قد أجبنا على هذا السؤال. الآن نمر إلى السؤال الخامس. نعتبر النقطة E من المستوى بحيث AE تساوي 3 على 2 AB زائد 2 BC. السؤال الأول ضمن هذا السؤال أنشئ النقطة E. إذن نعود إلى الشكل السابق وسننشئ النقطة E. إذن هنا نلاحظ أن AE تساوي ماذا؟ مجموع متجهتين. مجموع ماذا؟ متجهتين. إذن هاتين المتجهتين يجب أن يكون لهما نفس الأصل ماذا؟ لنكمل المتوازي الأضلاع. لاحظ معي عزيزي التلميذ هذه المتجهة ماذا؟ هي AB، وهنا المتجهة BC، ليس لهما نفس الأصل. ماذا سنفعل هنا لكي نعيد هاتين المتجهتين لهما نفس الأصل؟ لاحظ معي عزيزي التلميذ هنا في المتوازي الأضلاع BC تساوي ماذا؟ تساوي AD. إذن هنا سنعوض 2 BC بماذا؟ ب 2 AB، وبالتالي سيكون لدينا مجموع متجهة AE تساوي ماذا؟ 3 على 2 AB زائد 2 AD. 2 AD. إذن أولا لإنشاء مجموع متجهتين قلنا يجب إتمام متوازي أضلاع، ولكن هنا نلاحظ أن AB مضروبة في ماذا؟ مضروبة في عدد 3 على 2. إذن أولا سننشئ 3 على 2 AB. لاحظ معي عزيزي التلميذ هنا AB مقسومة على 4، إذن لا نأخذ هاتين النقطتين، سنأخذ هذه النقطة. إذن هنا AB مقسومة على 2، AB مقسومة على 2 النصف، وهنا لدينا 3 على 2. إذن لاحظ معي عزيزي التلميذ 3 على 2 AB ما دام مضروب في عدد موجب إذن في نفس المنحة، منحة من A نحو B. هنا 1 على 2، 2 على 2، إذن سنضيف هنا سنضيف لكي نتمم أو لكي نحصل على 3 على 2. إذن سيكون هنا E بحيث لا ليست E ولكن 3 على 2 AB، هاي 3 على 2 AB. سنجمعها مع ماذا؟ مع 2 BC، ولكن قلنا BC سنعوضها بماذا؟ ب AD، يعني 2 AD. إذن هنا 1 AD، إذن سنضيف مسافة أخرى مثل مسافة AD ونحصل على 2 AD. إذا لاحظ معي عزيزي التلميذ وعزيزتي التلميذة هنا 2 AD سنجمعها مع ماذا؟ مع 3 على 2 AB، وكذلك سنكمل المتوازي الأضلاع. هنا متوازي الأضلاع وهذه النقطة هي النقطة E. إذا بعد هذا السؤال سيكون علينا برهنة على أن CH و AE متجهتين مستقيمتين، وهنا نلاحظ أن CH المستقيم CH والمستقيم AE مستقيمان متوازيان. إذا سنبرهن على هذا التوازي. إذا عزيزي التلميذ لاحظ معي السؤال الخامس 2 لنبين أن AE و CH متجهتين مستقيمتين. إذا لدينا AE تساوي ماذا؟ 3 على 2 AB زائد 2 BC. للبرهنة على أن AE و CH متجهتين مستقيمتين يجب ضرب متجهة واحدة من المتجهتين في عدد
ونحصل على المتجهات الأخرى. إذن هنا لدينا A B تساوي ماذا؟ 3 على 2 A B زائد 2 B C. يعني ماذا؟ يعني أن A E مكتوبة أو معبر عنها بدلالة A B ودلالة B C. كذلك ومثال بالنسبة للـ CH، يجب علينا أن نعبر عن الـ CH بدلالة A B و B C. إذن لنكتب المتجه الـ CH بدلالة A B و B C. لدينا CH سندخل عليه نقطة هنا بعلاقة شل، هي CA زائد AH. لماذا أدخلنا على A؟ شرحتها سابقا وقلنا لأن H في المعطيات مرتبطة بالنقطة A، وبالتالي هنا الـ CA لماذا أدخلنا عليها B؟ لماذا؟ لأن الـ CA ليست لدينا ضمن A B و B C، إذن أدخلنا عليها B للحصول على B C والحصول على A B. يجب علينا قلب هاتين المتجهتين للحصول على ذلك، ولدينا A H تساوي ماذا؟ 1 على 4 A B. إذن هنا ناقص B C، C B تساوي ناقص B C، B A تساوي ناقص A B، وبالتالي نحصل على CH متجهة معبر عنها بدلالة ماذا؟ A B و B C. يجب علينا تبسيط هذا التعبير ونحصل على A B، نعمل ب A B ناقص 1 وهنا 1 على 4، ونجمع العددين ونحصل على ناقص 3 على 4 A B ناقص B C. إذن هنا CH مكتوبة بدلالة B C و A B كما هي كما هو الحال هنا، A E مكتوبة بدلالة A B و بسي. إذن هنا لم ننتهي بعد. إذن هنا لدينا A E تساوي 3 على 2 A B وزائد 2 B C، والـ CH تساوي ماذا؟ ناقص 3 على 4 A B ناقص B C. إذن يجب علينا ضرب متجهة في عدد للحصول على المتجهات الأخرى. لاحظ ما يا عزيزي التلميذ، هنا ناقص B C وهنا زائد 2 B C، إذن سنضرب هذه المتجهة في ماذا؟ في ناقص 2 للحصول على 2 B C، وبالتالي ناقص 2 CH سنضرب المتساوية في ناقص 2. إذن هنا ناقص 2 سننشرها ونحصل على 3 على 2 A B، وهنا زائد 2 B C، ألا وهي 3 على 2 A B زائد 2 B C هي A E، ونعوضها ب A O، وكذلك هنا نحصل على A E تساوي ماذا؟ ناقص 2 CH. ومنه فإن المتجهتين A E و CH متجهتين مستقيمتين، وبالتالي يعني أن المستقيمين A E و CH مستقيمين متوازيان. انتهت حصة هذا اليوم أو حصة هذا الفيديو. هنا في هذا التمرين لقد تطرقت للدرس كامل، يعني هنا اشتغلنا على جميع خاصيات الموجودة في الدرس. أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه الحصة، ولتشجيعي وكذلك للمواصلة في تنزيل هذه الدروس يجب أن تساعدونني باللايك وكذلك التعليقات والملاحظات، وكذلك باشتراك هذه القناة مع أصدقائكم لتعم الفائدة إن شاء الله، وشكراً.